للحديث عن إعلان الجهاز المركزي للإحصاء تخطي سكان العراق حاجز 42 مليون نسمة في العام 2022 والحديث عن عوائق تؤثر على التنمية والخدمات وتأمين الوظائف للشباب العراقي، معنا عبر سكايب الدكتور صباح علو الخبير والمحلل الاقتصادي العراقي. دكتور صباح علو، بداية مرحبا بكم. وزارة التخطيط تعلن أن في العام 2022 عدد سكان العراق وصل إلى 42 مليون نسمة، يا ترى لماذا تتذمر من هذه الأعداد؟ حقيقة الزيادة السكانية بالعراق غير خاضعة لأي شكل من أشكال التخطيط التي تتناسب مع الوضع الاقتصادي والتركيبة الاجتماعية للعراق، وكذلك أيضا عمليات الاستثمار وامتصاص البطالة وتخفيض نسب الفقر، وإنما متروك الحبل على الغارب في الزيادة النسبية حتى قياسا بما يحصل في العالم. وكذلك أيضا هناك المنظمة الدولية لتنظيم السكان، العراق لم يلتزم بشروطها مطلقا، ونلاحظ أن الزيادة السكانية بالعراق تتراوح بين 3.2 إلى 4 في بعض الأحيان 4%، وهذا بمعنى أن زيادة سنوية ستكون بحدود حوالي 1 إلى 1.2 مليون فرد أو شخص. إذن نحن في حالة غير واضحة المعالم في أي شكل من أشكال التخطيط اللي ممكن أن يتناسب مع استثمار القوى العاملة. يعني هناك أكثر من 12 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 35، والغالبية العظمى من الخريجين العاطلين عن العمل، وكثيرا منهم منذ 4 أو 5 سنوات أو أكثر لم يتمكن من العمل في مراكز تعطي إمكانية للإنتاج، أي لزيادة واعتماد الإيرادات خارج إطار النفط في مجال الصناعة الزراعة. وهذا لم يتم في اعتقادي إلا بإطلاق برنامج حقيقي لتطوير القطاع الخاص. الزيادة السكانية هذه تؤثر بشكل واضح في مسألة التعليم، الصحة، وكلنا ندرك سوء الخدمات في المجال التعليمي والصحي والرعاية الطبية للأطفال وغير ذلك ينعكس سلبا على الواقع العراقي، إضافة إلى حالة التضخم الموجودة في معيشة الفرد، لاحظ عالية جدا 12.5. هذا الجانب يعتبر خطير، وباتجاه سيؤثر في زيادة البطالة، زيادة الفقر بشكل كبير جدا. ولذلك الحكومات العراقية الزيادة السكانية تراها أنها تقع عليها ضغوط كبيرة جدا، علما بأن التقصير في هذه الحالة. دكتور، هي تريد أن تقول هي هذه الحكومات وما تصدره تريد أن تقول أن من يتحمل مسؤولية هذه الزيادة هو الشعب العراقي؟ يعني هل الشعب يتحمل مسؤولية فشل هذه الحكومات التي لم تستثمر 40% من طاقات الشباب الذي يهدر هكذا، لم توفر سكن للشباب في حين تقيم سور في البصرة ب 240 مليار دينار من أجل التغطية على فشلها والعشوائيات الموجودة هناك؟ حقيقة سلوك السلطة هذا مثال في تقديم الخدمات بكل أشكالها للحكومات السابقة منذ 2003 ولغاية اليوم سلوكا فاشلا لا يدلل على أن هناك جدية في عملية توفير حقوق الفرد وخاصة الشباب. هذا الجانب غير موجود في سياسة الدولة، وإنما الحكومات بكل أشكالها بداية تشكيلها تعطي وعودا وتتراجع عنها، ونأمل أن الوعود التي أطلقها السيد السوداني في محاربة الفساد واسترداد الأموال المسروقة والبدء بعمليات الاستثمار لصالح الشباب، هذا مرهون خلال هذا العام 2023. هذا الكلام دكتور دائما ما يتكرر عندما تأتي حكومة جديدة ويتضح أن نظام المحاصصة
ليس فيه خير للعراقيين، وهم هذا النظام هو السرقة والاستحواذ على أموال العراقيين. وهذه الدلائل موجودة، وزارة التخطيط تتذمر من زيادة عدد السكان في العراق، في حين أن هناك دول أوروبية تريد استيراد بشر، تريد استيراد شعوب لكي تسد الفراغ بالتنمية وبالازدهار والتقدم والتطور. أمر غريب في العراق. يعني لماذا، هل برأيك يعني هل هذا الأمر بماذا يؤذي الحكومة؟ بماذا يؤذي الحكومة لو وفرت من هذه المساحات الشاسعة في العراق مجمعات سكنية للشباب؟ ماذا يضير الحكومة لو أنشأت معامل ومصانع لتشغيل الشباب؟ ما الذي يضيرها وهي تملك خزائن النفط وتملك هذه الثروات، أو ليست تملكها وإنما بيدها؟ الذي يضيرها حقيقة الدولة العميقة في عملية سرقة الإيرادات الموجودة في العراق والعمل على مساعدة قواها المسلحة أو أذرعها المسلحة المنتشرة ليس في العراق وإنما في معظم دول الجوار بالمنطقة، وهذا يشكل عبئا على العراق في سوريا وكذلك أيضا في اليمن وفي لبنان وفي مناطق مختلفة. تعمل هذه الدولة على توزيع تخصيصات جاهزة من الإيرادات الداخلة، ولذلك حاليا تواجه أول معضلة للسوداني هو التخصيصات الموازنة والعمل على اعتمادها، وهو وعد بأن الاستثمارات القادمة ستكون جيدة في مسألة التعيين أو فتح مجالات صناعية وزراعية أو توظيف غير ذلك، وإنما هذا وعود. والخلل الكبير الذي صرح عنه قبل 3 أيام أن في الموازنة المرتبات بدلاً من 41 تريليون دينار عراقي حيرفعها إلى 61 كي يعمل على امتصاص البطالة الموجودة، ولكن هذا إجراء يؤدي إلى بطالة مقنعة. هذا ليس حل. يعني نعم، هناك تضخم سيكون وهناك بطالة حقيقية وستكون هناك مجاعة. العالم الآن مقبل دكتور صباح على أزمات بيئية حقيقية، أزمات مناخية حقيقية، ندرة مياه، تصحر، قلة المنتج الزراعي. هل برأيك أن حكومة السوداني التي قادرة فقط على الوعود والكلام ممكن أن تواجه هذه التحديات بوجود خطط فعلية على الأرض؟ حقيقة لا يوجد أي شكل من أشكال التخطيط والبرامج، والدليل أن مؤتمر بغداد 2 ذهب السوداني دون وجود برنامج يتفاوض به مع الدول التي تعمل على مساعدة العراق في البنية التحتية. يعني هذا جانب يؤشر لنا أن عدم الاكتراث والاهتمام بما يحصل بالعراق، ولذلك هناك أرقام مخيفة جدا للتغير المناخي ستظهر على العراق خلال السنتين أو الثلاثة أو الخمسة القادمة، ممثلة بانخفاض الإيرادات المائية إلى أقل من النصف، وكذلك أيضا عملية عدم وجود أي شكل من أشكال المشاريع الحقيقية لتخفيف الانبعاثات وكذلك أيضا تخفيف حدة التلوث الحاصلة في الأنهار وخاصة دجلة والفرات، عدم وجود بنية تحتية لعمليات المياه الثقيلة في كل المدن العراقية تقريبا، وإنما أتصوب في دجلة والفرات، ولذلك أصبحت المياه نسبة التلوث بها عالية جدا وخصوصا في جنوب العراق في مناطق شط العرب وارتفاع الملوحة. حاليا شط العرب تتراوح الملوحة به حوالي بين 10 إلى 19000 ملي غرام على اللتر المكعب الواحد، أي أنه لا يختلف عن مياه البحار، وهذا شكل خطر كبير جدا. شحة المياه في المناطق البعيدة عن المدن القرى بدأت تظهر عليهم أمراض ممثلة بالفقاع الجلدي وغير ذلك، وهذا أشارت له الأمم المتحدة على العراق. الأمم المتحدة دكتور صباح، الأمم المتحدة أصدرت التقارير، تلو التقارير منذ عام 1980 وإلى الآن تصدر التقارير وتحذر من
تداعيات ما سيتعرض له العالم خلال هذه، ووصلنا إلى هذه المرحلة التي فيها قلة المنتج الزراعي وندرة المياه واحتباس حراري. يا ترى الآن الحكومات المتعاقبة متهمة بانتهاك حقوق الإنسان العراقي بحسب منظمات دولية، ولكن أليس في ذلك أيضا انتهاك لحقوق الأجيال القادمة من العراق؟ بالتأكيد، لغاية الآن العراق لم يفكر في صندوق سيادي حقيقي لعملية الاستثمار خدمة للأجيال القادمة، علما بأن هذا العام 22 الإيرادات وصلت إلى 120 مليار دولار، ولكن السابق منها أين ذهبت؟ أين ذهبت هذه الأموال؟ ولم تكن هناك لبنية تحتية، وإنما بالعكس تزداد العملية سوءاً وتنعكس سلباً على حياة المواطن في حقوقه ممثلة بالسكن والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات للبنية التحتية التي تتمتع بها عديد البلدان العالم وشعوبها. بينما نلاحظ يعني في العراق مشروع المترو، أقر من سنة 72 أو 73 بالعراق، وتم التأكيد عليه في 2006، ولكن لم يرى النور. بينما فليصلحوا أولاً الكهرباء، نعم، بنغلاديش. نعم، شكراً جزيلاً دكتور صباح علو، الخبير والمحلل الاقتصادي العراقي، ضيف بانوراما الرافدين.